النهاردة في حملة غير مكانك هنعرف قصة عبدالله من الإمارات اللي بيجي اسكندرية كتير. قرر إنه يدور على شقة تكون بفيو رائع على البحر، وهو بيقلب في الفيسبوك لقى حملة غير مكانك اللي عملاها شركة أبراج العقارية، وشاف إعلان لمشروع ميامي آيلاند اللي فيه كل المواصفات اللي هو عايزها في ميامي على البحر، مساحات من 140 ل 165 متر وبالتقسيط، وهيستلمها في خلال 3 شهور. لو حلمك تسكن على البحر يبقى لازم تسأل على مشروع ميامي آيلاند، وفي مشروعات كتير غيرها. للاستفسار أكتر اتصل بينا وتابع باقي مشاريعنا في الحلقة الجاية على صفحة أبراج على facebook.com/abragEG. وغير مكانك. أبراج، بيت جديد، حياة جديدة.